اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات ماث جريد 4 في السكولا. معكم مستر احمد عاطف. النهارده باذن الله هناخد ليسن 3 يونت 3 الحلقه الثالثه من الوحده الثالثه ذا فاكتورز اند البرايم فاكتورز. هنعرف في اول الحلقه وات از ذا مينينج اوف فاكتورز، ايه هو يعني ايه الفاكتورز، وات از ذا مينينج اوف برايم فاكتورز، يعني ايه كلمه برايم فاكتورز، وهنعرف ايه البرايم نمبرز، وهنعرف ايه البرايم نمبرز من 1 لحد 20، بحيث طبعا هي اندلس ملهاش نهايه، بس لازم عارفين الجزء الاولاني نحفظه كويس جدا. بعد كده هنعرف هاو تو فايند ذا فاكتورز، لو جه قال لي فايند ذا فاكتورز اوف نمبر ازاي نجيب الفاكتورز، وبعد كده هاو تو فاكتورايز تو اتس برايم نمبرز، ازاي نعمل له انالايز او فاكتورايز للبرايم نمبرز بتاعته، وهي الستبس اللي احنا بنحل فيها. وفي اخر حاجه باذن الله لما يجيب لي برايم نمبرز يقول لي هات لي النمبر اللي البرايم نمبر بتاعته كذا وكذا وكذا اللي انا اقدر اجيبها. فخليكم مستعدين، ليتس جو. اول حاجه عندنا what is the meaning of factors، عشان اعرف يعني ايه كلمه factors. لو جه كده قال لي في exercise find the factor of number 6، we search طبعا احنا بندور على ايه product او ايه numbers، two numbers multiply بعض يطلع لي 6. طبعا انا عارف ان 6 equal كام، 1 multiply 6 or 2 multiply 3. يبقى الفاكتورز عندي ايه هي الفاكتورز، طلعت عندي 1 و2 والثري والسكس. طبعا عملت لهم هنا ascending، رتبتهم من الصغير للكبير، لما رتبتهمش برضو ما فيش اي مشكلة. يبقى السكس هنا ليه كام فاكتورز، ليه 4 فاكتورز. لو جالي الاكسرسايز تاني انا عايز البرايم فاكتورز in general ب 35 equal كام، 1 multiply 35 or 5 multiply 7. يبقى هي الفاكتورز عندي 1 5 7 and 35. يبقى هنا برضو عندي كام فاكتورز، عندي 4 فاكتورز. يبقى هدي الفاكتورز. طيب لو جه دلوقتي هنا عندي اكسرسايز ثانيه قال لي الفاكتورز اوف 4، 4 ايكوال كام، 1 ملتبلاي 4 او ايه كمان 2 ملتبلاي 2. طبعا هنا ما بجيب الفاكتورز بجيبها without repeating، من غير ما اكرر. يبقى هي الفاكتورز اوف نمبر 4 ايه هي، ال1 ال2 ها ال4. يبقى في كام فاكتورز، في 3 فاكتورز، ما ينفعش اقول ثاني مره. طيب لو جيت قلت ال7، تمام ال7 في عندي ايكوال كام، مفيش عندي الا حاجه واحده، ايه هما، 1 ملتبلاي 7، مفيش عندي اي حل تاني. يبقى الفاكتورز ايه هو بتاع ال7، ال1 وال7. من جه هنا مفهوم البرايم نمبر. يعني ايه برايم نمبر؟ ذا نمبر ذات هاز اونلي تو فاكتورز، النمبر اللي عنده تو فاكتورز بس، ايه هو، اتسلف اند ال1، نفسه وال1، زي نمبر 7 كده مفيش عندي التو فاكتورز ال1 وال7. عشان كده بقول اي برايم نمبرز عندي لازم يبقى الشرط الوحيد اللي لازم يكون عنده تو فاكتورز بس. ايه هما التو فاكتورز؟ 1 اند اتسلف، 1 ونفسه. اوكي طيب، طبعا عنده برايم نمبرز يعني انفينيت نمبرز ملهاش نهايه. فاحنا هنا ان ذا فيرست في الاول كده هنبقى هنحفظ من 1 لحد 20. ايه هي البرايم نمبرز من 1 لحد 20؟ اول حاجه 2 ها 3 5 7. هتقول لي يا مستر ما قلتليش ال1 ليه؟ ال1 مش برايم نمبرز؟ هقول لك لا. طب ليه يا مستر مش ال1 ايكوال 1 ملتبلاي 1؟ برافو. طب ال1 ملتبلاي 1 ده فيه كام فاكتورز؟ 1 فاكتورز. لا انا قلت البرايم فاكتورز في 2 فاكتورز. عشان كده يجي يسالني يقول لي ذا ليست برايم فاكتورز، اقول له ايه؟ اصغر نمبر برايم فاكتورز اللي هو ايه؟ اللي هو 2. يبقى تاني البرايم فاكتورز من 1 لحد 20 2 3 5 7 11 13 17 19. هلاقي اي حاجه من دول؟ لما نيجي نلاقي 2 ملتبلاي 1 3 ملتبلاي 1 وهكذا 19 ملتبلاي 1 لي 2 فاكتورز بس. اوكي نيجي اول حاجه هنا اكسرسايز يقول لي فايند فاكتورز اوف نمبر 12. هنيجي نشوف 12 ايكوال كام ملتبلاي كام، نمشي واحده واحده. 12 ايكوال كام، 1 ملتبلاي 12. طيب ايه كمان، 2 multiply 6، تمام. ايه كمان، 3 multiply ها 4. هنيجي ندور ال 4 ملهاش، ال 5 هم دول البرايم فاكتورز. يبقى هي الفاكتورز، يبقى الفاكتورز ار
الفور الفايف سوري مفيش فايف يبقى ال1 وال2 وال3 وال4 ها وال6 وال12 يبقى هنلاحظ هنا ان في كام فاكتورز 1 2 نظبط ال3 1 2 3 4 6 12 بيبقى ليه كام فاكتورز 12 1 2 3 4 5 6 ليه 6 فاكتورز عشان كده ما يعتبرش برايم نمبر خش على اللي بعده find the factors of number 12 18 يشوف ال 18 equal كام طبعا اول حاجه 1 multiply 18 دي اساسي طيب ها طبعا ده even يبقى divide 2 يبقى 2 multiply 9 طيب ايه كمان ها 3 طبعا لو انا حافظ التايم تيبل يبقى الموضوع ده بالنسبه لي سهل جدا 3 multiply 6 يبقى هي دي كده الفاكتورز اوف 18 يبقى هم الفاكتورز اللي انا عايزهم اول حاجه ال1 ثاني حاجه ال2 طب لو جه حد قال لي يا مستر ممكن اكتبهم كده من غير ترتيب اقول له عادي مفيش مشكله مش غلط ال1 ال2 3 ها 6 9 18 يبقى كده دي الفاكتورز اوف نمبر 18 اوكي Factorize 24 to its prime number. على فكرة السؤال ده very important وهنستخدمه بعد كده إن شاء الله في درس الـ HCF والـ LCM. إزاي نعمل factorize لأي number للـ prime numbers بتاعته؟ يبقى مش لأي factor لازم prime numbers. طيب عشان ما ننساش نكتب الـ prime numbers الأولانيين الـ 2 الـ 3 الـ 5 الـ 7 نكتب في الأول دول. ليه؟ هنعرف الوقت. بنعمل لاين كده ونقول هنا ايه 24 طيب نبدا في اول حاجه نعمل ديفايد كام خلي بالنا نعمل ديفايد 2 لو ما ينفعش نعمل ديفايد 3 لو ما ينفعش نعمل ديفايد 5 لو ما ينفعش نعمل ديفايد 7 نبدا بال 24 24 ده نمبر ايه ايفن برافو يبقى اعمل ديفايد كام 2 تمام 24 ديفايد 2 2 ديفايد 2 ايكوال 1 4 ديفايد 2 ايكوال 2 يبقى 12 تمام هرجع تاني اعمل ديفايد كام ديفايد 2 12 ديفايد 2 6 برافو نيجي برضو 6 ايفن هعمل كام 2 ها 6 ديفايد 2 ايكوال 3 فيري جود نيجي بقى لل 3 ده برايم نمبرز ما ينفعش اعمل ديفايد 2 هعمل ديفايد كام هعمل ديفايد 3 3 ديفايد 3 از ايكوال كام 1 يبقى هم دول البرايم فاكتورز اللي عندي طيب ازاي اكتبهم بقى يبقى 24 equal عبارة عن ايه 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 يبقى انا كده عملت الفاكتورايز على اساس ان انا فكيته عبارة عن product of prime numbers 2 times 2 times 2 times 3 اوكي يبقى نقول تاني لما نلاقي فاكتورايز نكتب البرايم نمبرز فوق كده اول 4 برايم نمبرز نعمل ديفايد 2 ما ينفعش نعمل ديفايد 3 لو ما ينفعش 5 ديفايد 5 نعمل ديفايد باي 7 اوكي يبقى هي دي كده البرايم فاكتورز اوف 24 طب نيجي لل 75 نفس الفكره نكتب فوق هنا 2 3 5 7 نيجي نعمل اللاين 75 ينفع ديفايد 2 لا عشان ده مش ايفن ينفع ديفايد 3 ها نجرب كده 5 بلس 7 كام 12 برافو يبقى ممكن نعمل ديفايد ايه 3 يبقى 75 ديفايد 3 يبقى بكام 25 جت ازاي 7 ديفايد 3 از ايكوال 2 اند ذا ريميندر 1 15 ديفايد 3 از ايكوال 5 طيب نيجي لل 25 ينفع ديفايد 2 نو ينفع ديفايد 3 نجرب 5 بلس 2 7 لا ما ينفعش يبقى 25 ديفايد كام ديفايد 5 برافو 25 ديفايد 5 تروح احنا حافظين تايم في التيبل اوف 5 يطلع لي 5 وبرضه ال 5 برايم نمبرز ما ينفعش اللي نفسها يبقى 5 ديفايد 5 دي ايكوال 1 يبقى اهم حاجه عندي ان انا بعد ما اعمل الفاكتورايز لازم اوصل ل 1 يبقى 20 يبقى 75 ده عباره عن ايه؟ ها 3 مالتبلاي 5 مالتبلاي 5 برافو خش على اللي بعده find the number whose prime numbers are 2 2 and 3 هو مديني هنا prime numbers جاهزه 2 2 3 يبقى انا كل اللي هعمله ان انا هعمل ايه
ان انا هعمل ملتبلاي، يبقى 2 ملتبلاي 2 ملتبلاي 3 طبعا هيطلع ب 12. وفي نهايه الحلقه احب افكركم احنا اخدنا ايه؟ ان احنا اخدنا ان شاء الله اخدنا النهارده الدرس الثالث من الوحده الثالثه، كان في قبل كده درسين اللي ما شافش يتابعهم على السكوله، درس المالتيبلز، ثاني درس كان عندنا اسمه الديفيزيبيلتي، النهارده الدرس الثالث هو اسمه فاكتورز اند برايم نمبرز، عرفنا يعني ايه فاكتورز؟ عرفنا يعني ايه برايم نمبرز؟ عرفنا ازاي نعمل فاكتورايز للنمبرز عن طريق برايم نمبرز، واخر حاجه عرفنا لو جاب لي الفاكتورز جاهزه او برايم نمبرز ازاي اجمعهم واجيب النمبرز بتاعهم. ويا رب تكون الحلقه فهمتوها، ولو في اي حاجه صعبه تبعتوها لنا، اي اكسرسايزز اي حاجه نفسكم فيها او اي حاجه مش فاهمينها تبعتوها لنا على السكوله وان شاء الله نجاوب عليها. اشوفكم الحلقه الجايه، باي باي.